بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، ولا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه بأدلته. قد وصلنا فيه إلى باب الغسل من الجنابة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في متنه: فصل يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقة أو يقظة، إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلم، ولو بعد ذهابها، وإلا أوجب الوضوء فقط، كمن جامع فاغتسل ثم أمن. ولو شك أمني أمث وجب، فإن لم يدر وقته أعاد من آخر نومة، وبمغيب حشفة أو قدرها في فرج مطيق، وإن بهيمة أو ميتا، وعلى ذي الفرج إن بلغ، وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ، وبحيض ونفاس ولو بلا دم، لا باستحاضة، وندب لانقطاعه. ولما فرغ من الطهارة الصغرى ونواقضها وما يتعلق بذلك، يعني الوضوء، شرع في بيان الطهارة الكبرى وموجباتها. فقال: فصل يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلق. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن موجبات الغسل أربعة: خروج المني، ومغيب الحشفة، والحيض، والنفاس. هذه موجبات الغسل. والمراد بالمكلف البالغ العاقل، لأن الصغير لا غسل عليه، والعاقل فالمجنون لا كلفة عليه وليس مكلفا بشيء، ذكرا أو أنثى، لأن الله تعالى قال في سياق آية الوضوء والغسل في سورة الملك: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر الله تعالى بالطهارة من الجنابة، وإن
حكما فاتطهر، أي فتطهر، سواء في ذلك الذكر والأنثى، لأن النداء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني عاما في الرجال والنساء. فخروج المني من الذكر أو الأنثى في حالة النوم يوجب الغسل مطلقا بلذة معتادة أم لا، يعني إذا خرج المني من النائم الذكر أو الأنثى وجب عليه أن يغتسل، سواء شعر بلذة أم لم يشعر. فكثيرا من الناس يقوم يجد المني في الثوب ولا يدري متى خرج ولا كيف خرج، فوجب عليه أن يغتسل. بل إذا انتبه من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه أو خرج بنفسه وجب عليه الغسل على ما استظهر الأجهورين. قال ونوزع فيه، يعني نوزع في كون الغسل واجب على من شعر من لم يشعر بخروجه أو لا، يعني نزع الأجهري في استظهار هذا القول، يعني في الانتباه من النوم ولم يشعر بخروج المني. لكن طبعا الشيخ قال انه يعني الواجب الغسل في من استيقظ من نومه فوجد منيا في ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني إذا خرج المني هو الماء وجب الماء، يعني وجب الغسل، إنما الماء من الماء، فالماء وجد في الثوب، ده دليل على أنه خرج باللذة، سواء شعر بهذه اللذة أم لم يشعر، يعني الشعور ليس شرطا، لأنه أحيانا غمرة النوم يعني لا تشعر الإنسان باللذة. واحد يقول أنا لم أرى صورة، لم أشعر بشيء إلا وجدت البلد. وطبعا هيجي طبعا قصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، سنذكرها الآن بعد قليل. أو يقظة إن كان بلذة معتادة، يعني خروج المني في النوم يجب منه الغسل المطلق، أو يقظة لكن بلذة معتادة. احنا كنا ذكرنا في نواقض الوضوء ان خروج المني بغير لذة معتادة يوجب الوضوء فقط، ذكرنا هذا وشبهه بخروج البول، وقلنا هذا يكون سبب سببه اضطراب في الجهاز العصبي، ده يحدث غالبا عند المجانين وأصحاب الأمراض العصبية، يخرج منه المني كما يخرج البول كخروج أي شيء من جسم، لا يدري ولا يلتز. فهنا اشترط اللذة المعتادة في اليقظة، اللذة المعتادة تأتي من نظر أو فكر، فأعلى من الفكر الجماع، حتى ولو خرج المني بعد ذهاب اللذة، ولذلك قال الشيخ أي أو بخروجه في يقظة، بشرط أن يكون الخروج بلذة معتادة، يعني تكون عند الرجل من النظر أو التفكر في الجماع أو الجماع نفسه،
اللي هو أعلى من النظر والتفكر الجماع كمباشرة، اللي هو إيه الجماع. حتى وإن حصل خروج المني بعد ذهاب اللذة فإنه يوجب الوصل. يعني واحد مثلا جامع والتز ولكن لم يخرج منه مني، خرج بعد ذلك، فهذا ايه؟ يوجب الوصل. ليه؟ يعني لاقتلاع المني من مكانه، تحرك يعني خرج من الظهر، لأن يعني القرآن قال الإنسان يعني عن الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة. الترائب اللي هي عظام الصدر، والصلب هو ظهر الرجل. هذه معنى إيه؟ فتحرك الماء من الصلب وخرج، لكن لم يبرز إلا بعد ذهاب اللذة، فهذا يوجب الإيه؟ يوجب الوصل. وإن حصل الخروج بعد ذهاب اللذة فإنه يوجب الوصل. يعني خلي بالك، ممكن واحد يخطئ ويقول مثلا أنا مثلا حصل عندي لذة من نظر أو فكر، لكن المن لم يخرج إلا بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، نزل المني، نفكر كده إيه المني ده زي البول مثلا، ولا يوجب الإيه الوصل، وإنما يوجب الوصول. لأن حصل عندك اللذة الكبرى، يسموها العلماء اللذة الكبرى، حصلت خرج المني بعد ذلك، خرج متأخرا، اقتلع من مكانه، لأن المني طبعا بيبقى يعني لزج، فحركته بطيئة عن البول وعن أي شيء، حتى يعني من النزل عند بعض الناس. يبقى شرط خروج المني في اليقظة اللذة المعتادة. أما إذا خرج بغير اللذة المعتادة، يعني وإلا يقوم بلذة معتادة بأن خرج بنفسه لمرض، المرض اللي هو الاضطراب في الجهاز العصبي، أو طربة، يعني الطربة اللي هي شدة السرور أو الحزن، يعني واحد مثلا تلقى خبرا سارا جدا فخرج منه المني، برضه ده نتيجة اضطراب في الإيه؟ في الجهاز العصبي. أو أخبر بمصيبة كبيرة فخرج منه المني نتيجة لاضطراب النفس والعصب، يبقى ده عليه الوضوء فقط، من موجبات الوضوء فقط. الشيخ يقول وإلا يقوم بلذة معتادة بأن خرج بنفسه لمرض أو طلب. طبعا خرج بنفسه يعني من غير تحكم، مثلا نزل في ماء حار فنزل منه ايه المني بغير لذة، يبقى ده يوجب الايه الوضوء فقط. وبعدين او كان بلذة لكن غير معتاد، زي ايه؟ كمن حك لجرب، يعني واحد مثلا عنده جرب هرش شديد جدا لمرض الجرب، ف يعني حك في ذكره مثلا فأنت دي لذة غير معتادة. أو هزته دابة فخرج منه المني، واحد ركب مثلا حمار أو بغل أو فرس فهزته الدابة فأمن في الحال، دي برضه لذة غير معتادة لأنها مش موجودة عند باقي الناس، دي اسمها لذة غير معتادة، فعليه الوضوء فقط، لكن بشرط إلا إذا يعني شعر ببداية اللذة فاستمر في الاهتزاز.
الأساس حتى خرج منه الأمين، يبقى ذا عليه الوصف. لكن دكهم أول ما اهتز أن في الحديث من غير تحكم. نعم طول المشوار مثلا. لا 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 دي بقول لك يعني دي حالة نادرة، هذه حالة مش طول المشوار، لا دي حالة نادرة يعني. برضه هو كل ده بيبقى نتيجة مرض في الغالب. قال لكن قال ابن مرزوق من المالكية قال الراجح في اللذة غير المعتادة وجوب الغسل كما اختاره اللخمي وظاهر ابن بشير، إلا أن ظاهر كلامهم تضعيف، يعني القول بأن اللذة اللي هي غير المعتادة فيها وجوب الغسل هذا قول ضعيف. الراجح أن اللذة غير المعتادة منها الوضوء فقط ولا يجب على صاحبها الغسل. ثم قال الشيخ كمن جامع فاغتسل ثم أمن، يعني واحد حصل منه جماع، طبعا الجماع يوجب الغسل وجوبا طبعا اتفاقيا، اتفق أهل العلم على أن من جامع ولم ينزل وجب عليه الغسل. طب واحد جامع لكن لم ينزل منيا إلا بعد الغسل، اغتسل ثم نزل المني. الشيخ يقول هذا التشبيه في وجوب الوضوء فقط، أي إن من جامع بأن غيب الحشفة في الفرج فاغتسل لذلك ثم خرج منه مني بعد غسله فإنه يجب عليه الوضوء فقط، لأن غسله للجنابة قد حصل. طبعا معروف أن المني اقتلع من مكانه بالجماع، اقتلع من مكانه يعني خرج من الصلب لكن لم يبرز من القضيب إلى الخارج إلا بعد أن اغتسل، يبقى ده يوجب الوضوء فقط. احنا قلنا في إذا الإنسان يعني إذا اغتسل غسلا كاملا يجوز له أن يتوضأ به، أن يصلي به، لأنه يغني عن الوضوء، أنه ما دام رفعت الجنابة الكبرى من باب أولى بالصلاة. الحدث الأكبر إذا رفع يلزم منه رفع الأصغر. فهنا إذا اغتسل فنزل منه المني بعد الغسل، يبقى انتقض وضوءه لا غسل، يبقى من نواقض الوضوء كخروج البول، لأن غسل الجنابة حصل، الجماع نفسه موجب للإيه؟ موجب للغسل، فهو اغتسل ثم نزل المني، وغالبا طبعا نزول المني المتأخر يكون بغير لذة، وإنما هو اقتلع من مكانه وظل يمشي في العروق وفي مجرى البول حتى خرج، يبقى صار كخروج البول سواء مسرا، يبقى هنا يعيد الوضوء، يستبرد ويستنجي بالماء ويعيد الوضوء فقط ولا يعيد الغسل مرة أخرى. خلي بالك دي مسألة مهمة، لأن ممكن واحد يعني يفتي فيها بأنه يعيد الغسل مرة أخرى، لا خلاص، لأنه هو اغتسل بسبب الجماع وحصول اللذة الكبرى لكن تأخر نزول المني، فنزول المني بعد ذلك يعد من نواقض الايه؟ الوضوء لا من نواقض الغسل. خرج اثناء الغسل حتى لو خرج اثناء الغسل، حتى لو خرج اثناء الغسل، يعني لا فرق بين ان يخرج بعد او اثناء الغسل، يعني ما يجيبش بالغسل الا الاول ما يعدش. لأن غسله للجنابة قد حصل،
فلا فرق بين أن يخرج بعد أو في الأثناء. ولو شك أمني أن نذل وجب، فإن لم يدر وقته أعاد من آخر نومة نامه. هذه المسألة متعلقة بخروج المني في النوم. احنا قلنا خروج المني في النوم موجب من موجبات الغسل، أي إن من انتبه من نوم فوجد بللا في ثوبه أو بللا في جسمه بدنه فشك هل هو مني أو مزن، شك بين الاثنين هل هو مني أو مزن. طبعا احنا قلنا المني له رائحة، رائحة طلع النخل أو رائحة البيض الفاسد، وطبعا المني لزج، ماء أبيض يشبه ماء الجير ينزل متدفقا، لكن المسي ماء أبيض رقيق لا لون له، لكن المني لونه أصفر يميل إلى الصفرة. فهنا شك في البلل السب أو البلل، هل هذا مني أو مسي؟ ومثلا واحد ما بيشمش مثلا، أو واحد نظره ضعيف ما يعرفش يفرق بين المني والمسي، يبقى إذا شك يبقى يوجب الغسل. شك يا ترى هذا البلل مني أو مز ولم يميز، يبقى وجب عليه، لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. ما ينفعش الواحد يدخل الصلاة وهو شك هل يتوضأ أو يغتسل، ما ينفعش. الذمة عامرة لا تبرأ إلا به. قال واجب عليه الغسل لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة، والقاعدة عندنا الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. قال بخلاف الوهم، الوهم طبعا أضعف من الظن والشك، ولذلك فمن ظن أنه مزل، احنا قلنا الظن هو الظن الراجح يعني الغالب، الظن معناه ايه؟ الغالب على النفس. فمن ظن أنه مزل يعني رجح أنه مزل وتوهم في المني فلا يجب، يعني لازم الظن يكون راجح في المزل وراجح في المني. خلي بالك من المسألة، الظن مرجح المس ومرجح المني، هذه معنى الظن مرجح هذا مرجح، لكن مش قادر يقطع يبقى يجب الغسل. لكن رجح المس وتوهم انه مني يبقى يغسل ذكره ويتوضا ولا يجب عليه الغسل. ليه؟ لانه يعني ظنه في المني وهم ضعيف، ما يمشيش على الضعيف يمشي على القوي، هو مرجح ايه؟ المثل، يبقى يتوضا. كما لو رجح المني يغتسل. ولذلك قال لو شك بين ثلاثة أمور يبقى الكل وهم، شك هل مني أو مثل أو ودي. الودي احنا عرفناه زمان إنه هو بيخرج بعد إيه؟ بعد البول، لكن يشبه المني إلا أنه ينزل من غير تدفق، لكن هو يشبه المني تماما. وقلنا أسبابه إما البرد الشديد أو الإمساك الشديد أو الإيه؟ حمل شيء ثقيل. دول الثلاث أسباب اللي هو إيه؟ علمهم الشيخ البدين رضي الله عنه، علل للودي يعني ينزلوا بسبب البرد الشديد او الامساك الشديد او حمل الشيء الثقيل، يعني بعد ما يتبول الانسان ينزل منه ايه؟ ودي.
يشبه المنية تماما، إلا أنه لا رائحة له ولا ينزل متدفقا، وإنما ينزل سائلا. وممكن واحد ما يعرفش البردة يفكره إيه؟ مني، لكن لا. يبقى لو شك بين ثلاثة أمور، مزي أو مني أو ودي، يبقى يتوضأ فقط ولا يغتسل. ليه؟ لأن الشك في الثلاثة أمور، الشك في الثلاثة يبقى سيرها وهما، يبقى كأنه توهم في المني والمزي والوهم، ما أصبحش إيه؟ شك، بيجي وهم. الوهم عندنا ضعيف لا يعول عليه، الوهم ضعيف لا يعول عليه. ولذلك قال: فلو شك بين ثلاثة أمور كمني ومزي ووذي لم يجب الغسل، لأن تعلق التردد بين ثلاثة أشياء يصير كل فرد من أفرادها وهما. خلاص بيجي متوهم في المني والمزي والوذي في كل واحدة من الثلاثة. وبعدين الشيخ جاب مسألة برضو تتعلق بالايه؟ بخروج المني في النوم. ومن وجد منيا محققا او مشكوكا فيه ولم يدر الوقت الذي خرج فيه فانه يغتسل ويعيد صلاته من اخر نومه نامها، سواء كانت بليل او نهار، ولا يعيد ما صلاه قبلها، أي قبل النوم. يعني نضرب مثلا، واحد مثلا آخر نومة نامها قبل صلاة الصبح، يعني استيقظ للصبح وما نامش تاني، لم ينم مرة تانية، فوجد بعد الظهر يعني منيا في الثوب، سواء كان مشكوك فيه أو متيقظ، يبقى إذا صلى الصبح بالجنابة وصلى الظهر بالجنابة، يبقى ماذا يصنع؟ يغتسل ويعيد الصبح ويعيد الظهر. طيب، لكن هو نام بعد صلاة الصبح فوجد بعد الظهر المني في الثوب، مش عارف متى نزل هذا الايه؟ المني، يعرف، يبقى هيغتسل ويعيد الظهر ولا يعيد الصبح، لانه هي اخر نومه، اخر نومه. لو حتى راى المني بعد العشاء يبقى هيعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ان ما كانش نام من الفجر يبقى هيعيد اليوم ايه؟ من اوله الى اخره. طب لو صلى بالناس، في مثال صلى بالناس الخمس اوقات ولم يرى ايه؟ المني الا بعد العشاء، فصلاة الناس صحيحة، صلاة الناس صحيحة، ويغتسل هو ويصلي اليوم كله، لأنه هناك في الحديث يعني في قاعدة عند الفقهاء: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه. في سبق الحدث طبعا خرج منه ريح مثلا وهو راكع أو ساجد أو واقف يستخف، وصلاة المأمومين صحيحة. واحد من المأمومين يخش وهو إيه؟ يضع يده على أنفه ويخرج، كما ورد من رأس الكتاب: إذا أحدث أحدكم وهو يصلي فليضع يده على أنفه وليخرج، يستر على نفسه كان عنده ضعاف يعني. واحد يدخل مكانه يكمل الصلاة، ده اسمه سبق الحدث. ونسيان الحدث رفع من مثل الخطأ والنسيان مستكره عليه، ومعنى رفع من مثل الخطأ والنسيان يعني اسم الخطأ واسم النسيان. القرآن قال: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هو لم يتعمد الصلاة بالناس وهو جنب، لا،
لو واحد استحل إذا استحل الصلاة بالناس وهو محدث أو هو جنوب يكفر أنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. طيب في دليل على هذا من السنة من فعل الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا عمر رضي الله عنه الإمام مالك ذكر ذلك في الموطأ صلى بالناس الصبح سيدنا عمر رضي الله عنه ثم خرج إلى أرضه عنده أرض بالجرف أو بالحرة موضعان في المدينة يعني الراوي شك هل بالجرف أو بالحرة حرة من الحجارة السوداء مكان في المدينة وعنده أرض هناك سيدنا عمر على أي حال فرأى في ثوبه احتلاما سيدنا عمر رضي الله عنه رأى بعد أن صلى الناس الصبح وذهب وذلك بعد طلوع الشمس ذهب إلى أرضه بالجرف فرأى احتلاما في ثوبه فاغتسل رضي الله عنه وغسل ما رأى من الاحتلام من المني في الثوب غسله وأعاد الصلاة بعد طلوع الشمس ولم يعد ما كان قبله يعني لم يعد العشاء ولا المغرب ولم يعد العشاء وإنما أعاد صلاة الصبح مع أنه صلى بالناس الصبح يبقى هذا فعل سيدنا الصبح واحد عاد منفردا هو بس أي طبعا لكن لو واحد مثلا جاهل سئل عن المسألة دي يقول له ده يجب عليه يروح لكل واحد صلى وراء البيت ويقول له أنا صليت جنب وعيد الصلاة من تاني الجاهل ها؟ يقول له كيف يعني تسلم الناس جنب وتبقى الصلاة صحيحة ازاي يعني كده يعني هو بيفتي بالفكاكة يعني كده يطلع من جيبه ويقول ما عندوش قواعد أهل العلم في ناس من غير سؤال يعملها من غير ما يسأل حد يعني بعد ما يصلي ويروح البيت يلاقي حاجة يدور يعرفهم واحد كانوا 10 15 20 بيصلوا معاه الفجر يخبط عليهم أو يتصل بيهم بعيدوا صلاة الصبح الأحسن أنا صليت وأنا عندي عذر جنابة أو عندي كذا لأنه دخل الصلاة وهو معتقد أنه متطهر ومتوضأ يعني توضأ وصلى بالناس وهو معتقد الطهارة يبقى إيه ذنب بالناس هو معتقد الطهارة ثم تبين له عدم الطهارة والناس متطهرون يبقى صلاتهم إيه؟ صحيح وهو يعيد يغتسل هو ويعيد الصلاة كما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لو تذكر في الصلاة مثلا استغفر عنه. استغفر هو ده سبق الحدث او نسيان الحدث. ما ده النسيان. يعني تذكر وهو يصلي انه خرج منه ريح بعد الوضوء او انه جنب ونسي الغسل لم يغتسل يعني توضأ ونسي الغسل او نسي الجنابة رآها ونسيها. وتوضع على انه يعني محدث حدث اصلا ثم تذكر اثناء الصلاه يبقى يضع يده على انفه ويخرج واحد من الناس يكمل الصلاه ما كانوش عارفين جهله بالفقه يعني يبقى يقول اتموا صلاتكم فرادى عند تذكر الفائتة أيضا برضو لا عند تذكر الفائتة بالذات دي يخرج ما فيهاش استخلاف الشيخ الترتيب قال دي يقطع السلام عليكم السلام عليكم ويأمر حد من يخش مكان إذا الإمام عندنا في المالكية يعني تذكر أن عليه الظهر تذكر صلي العصر تذكر أن عليه الظهر
مش من ضمن المسائل اللي هي داخلة معنا. الشيخ الدين البهرام قال يقطع ويقطع معه المأمومون ويقيمون الصلاة ويعيدونها. تتذكر بعد السلام بعد سلام الصلاة؟ لا خلاص، أي حاجة تتذكرها بعد السلام صلاة المأمومين صحيح. هو ده اللي مثلا بيقول فيها ده. وهو صلاة الوتر. أيوه. هو صلاة الوتر. لا تذكر يعني بعد الصلاة. بعد المسلم. أيوه احنا عندنا المالكية بالذات عشان ترتيب المشتركتين واجب شرط في صحة الصلاة. يعيد هو بس. يعني يصلي الظهر ويعيد العصر. إذا تذكر بعد السلام. ثم قال وبمغيب حشفة أو قدرها في فرج مطيق وإن بهيمة أو ميت. الموجب الثاني طبعا، الموجب الأول خروج المني في النوم أو في اليقظة باللذة المعتادة، ده الموجب الأول. الموجب الثاني للغسل تغييب المكلف جميع حشفته أي رأس ذكره أو تغييب قدرها من مقطوعها بفرج شخص مطيق للجماع قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى ولو غير بالغ أو كان المطيق بهيمة أو ميتا، على سبيل الفرض يعني كل هذه المسائل على سبيل الفرض والتقدير. يعني من موجبات الغسل تغييب الحشفة، جميع المكلف الحشفة يعني رأس الذكر. والأصل في ذلك حديث الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة، وده معناه تغيير الحشفة في الفرج، فقد وجب ايه؟ فقد وجب المسلم حتى ولو لم ينزل. اللي بقى حتى ولو لم ينزل، والاصل في ذلك برضه حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، لأن هو لفظ الحديث إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. نص حديث الإمام مسلم، وحديث برضو السيدة عائشة برضو إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل ترى عليه من غسل؟ يعني جامع ثم لم ينزل، حصل عنده كسل وفتور لكن جامع. والسيدة عائشة قال وعائشة جالسة رضي الله تعالى عنها، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. أنا وهذه، أنا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. يعني إذن مجرد مغيب الحشفة يوجب الإيه؟ الغسل، كان فيه إنزال أو ما فيش إنزال. وده رأي جمهور العلماء، جمهور العلماء. وعلى ذي الفرج إن بلغ، أي ويجب الغسل على صاحب الفرج المغيب فيه إن كان بالغا. يعني الرجل والمرأة، وهذا القيد معلوم من قوله المكلف، المكلف هو البالغ، ذكره لزيادة الإيضاح، فلا يجب الغسل على غير المكلف. يعني لو واحد جامع صغيرة يبقى الصغيرة لا غسل عليها، الصغيرة لا غسل عليها حتى ولو كانت مطيقة، ما دام لم تبلغ المحيط يبقى لا غسل ايه؟ لا غسل عليه. ولا بتغييب الحشفة في غير فرج،
الأليتين والفخذين، يعني بعيدا عن الفرج، يعني تغييب الذكر في أي مكان غير الفرج لا يوجب الإيه؟ لا يوجب الغسل، ولا في فرج غير مطيق. إذا غيب يعني رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها في غير الفرج كاليتين والخزين يبقى إذن إيه؟ لا غسل عليه. ثم قال: وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئها باهن، يعني الصغيرة اللي هي المجامعة يعني يستحب لها الغسل ولا يجب، لأن الغسل يجب على مين؟ على المكلف اللي هو إيه؟ البالغ العاقل. أيوه، يندب الغسل لذكر مأمور بالصلاة. كذلك الصبي إذا جامع امرأة يبقى لا يجب على الصبي الغسل لأنه غير مكلف، مرفوع عنه مكلف، لكن يستحب له الغسل ولا يجب. كما يندب لمطيقة مطئها بال وإلا فلا، يعني يستحب أيضا للزوجة الصغيرة لغير البالغ التي لم تبلغ المحيض، يعني بنت 9 سنين 10 سنين لم يأتيها الحيض، يستحب لها الغسل ولا يجب، كالصبي إذا جمع المرأة. والله تعالى أعلم ومحمد.